أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. طبعا ده انتصار كبير جدا للإنسانية أن يقضى على أي إرهابي على الأراضي السورية، سواء في الأراضي المحتلة من قبل النظام التركي أو الأراضي الخاضعة للحكم الذاتي أو أراضي الدولة السورية. كل إرهابي يسقط على هذه الأراضي يعطي فرصة حياة للشعب السوري أفضل إن شاء الله. طبعا دلالات أن يتم قتل المدعو المكي في الشريط الحدودي الذي يقع تحت سلطة الاحتلال يؤكد ما أكدناه مرارا وتكرارا وما يؤكده كل الوطنيين السوريين وكل الباحثين في هذا المجال، من أن هذا الشريط الحدودي المحتل هو أس الخراب في المنطقة، هو الذي يأوي كافة الإرهابيين من كافة التنظيمات، سواء هيئة تحرير الشام، سواء داعش، سواء القاعدة، سواء حراس الدين وما ينبثق عنهما من تنظيمات. كل الشريط الحدودي الذي يقع تحت سيطرة المحتل الغاصب للأراضي السورية مملوء بالقنابل الموقوتة، مملوء بالبؤر الإرهابية التي تصدر إرهابها ليس إلى سوريا والعراق فحسب، وإنما إلى كل دول العالم. أزعم أن هناك اتصالات ما بين هذه المجموعات وما بين مجموعات أخرى منتشرة في أكثر من بقعة من بقاع العالم، تريد الشر والنيل من الحضارة الإنسانية كاملة. هم أعداء لكل الإنسانية وليسوا أعداء للسوريين فقط. في البداية قلت كلمة، هو أي استهداف لأي عنصر أو قيادي من هذه التنظيمات سواء كان قاعدة أو داعش هو انتصار للإنسانية. تأثيرات اليوم استهداف قيادات من قبل مرتبطة بتنظيمات إرهابية، أي آثار على تحركات أو أهداف اليوم أو استراتيجيات التنظيمات الإرهابية سواء كان القاعدة أو داعش في سوريا؟ بالطبع هناك تكتيكات واستراتيجيات جديدة على الأرض يحاولون النيل من من حضارة الإنسان، يريدون النيل من حياة الإنسان، يريدون النيل من حرية الإنسان، هو ده اللي هم بيتكتكوا له ويخططوا له حاليا. ولكن هناك شيء ملفت في هذا الحادث الذي حدث، لأن هناك عداوة قديمة موجودة ما بين ما يطلق عليهم حراس الدين التابعين للقاعدة وما بين هيئة تحرير الشام الأم أو الحاضنة بكل عناصر القاعدة حاليا. هذا التكتيك، هذا الصراع الذي دار بينهما في الآونة الأخيرة يعطي مؤشرات أنه ربما تكون هناك تورط لعناصر هيئة تحرير الشام في الإيقاع بهذا الشخص للخلاص منه، لأن زي ما كلنا عارفين يا جماعة دي عصابات إرهابية مش فارق معاهم حياة الهدف يعني. بمعنى ما هو الهدف سيد صبرا إذا كانت أحرار الشام متورطة أو كانت تقف خلف اليوم اصطياد القيادات للجماعات الإرهابية؟ الهدف الرئيسي هو النزاع على التمويل التركي، النزاع على تصدر، أن يتصدر كل فريق منهما المشهد أمام الممول التركي. هناك نزاع بالفعل، نزاع شرس ونزاع قوي بينهم على توزيع العطايا والهدايا التركية لأهل المنطقة. هم يحرمون المواطن البسيط من الإغاثات والإعانات القادمة إلى المنطقة ويستحوذون عليها، ومن ثم يتصارعون عليها. ربما أن السبب في ذلك أن كان هناك في شهر يوليو الماضي مبالغ ضخمة تدخل إلى الشريط الحدودي من قبل السلطات التركية مدعومة بعدد كبير من الشاحنات التي دخلت من المعابر للتوزيع على الأسر والأهالي، وكان هناك نزاع ما بين حراس ما يطلق عليه حراس الدين، وهم للأسف ليسوا بحراسا للدين ولا ينتمون إلى الدين أساسا، لأن الدين لا يأمر بالقتل وسفك الدماء. وكان هناك صراع مع هيئة تحرير الشام التي هي لا تسعى إلى التحرير وإنما تسعى إلى توطيد أقدام المحتل في المنطقة وتسعى إلى الخراب للمنطقة. هذا الصراع ربما نتج عنه إفشاء بعض الأسرار بطريقة متعمدة لكي يتخلصوا من هذا الشغب، وهذا الكلام الذي أقوله حاليا هو ما يتردد داخل أروقة وأماكن حراس الدين، وأظن وأزعم أنهم يرتبون لعملية ضد هيئة تحرير الشام للانتقام للرجل الذي تسببوا في اصطياده.
ودي لان مكي كان يرأس الهيئه الشرعيه لما يطلق عليه حراس الدين، فهو منصب رفيع بالنسبه لحراس الدين. اعتقد انهم سيحاولون الانتقام له، والانتقام له سيكون على عده محاور، اهمها محور الانتقام من هيئه تحرير الشام قبل الانتقام من القوات الامريكيه او قوات الحكم الذاتي او طب من اي إذا قوات ما اخرى. حدث هذا السيناريو السيد صبرا، إلى ماذا سيؤدي؟ هل سيتم تطويقه مثلا في هذه المناطق الحدودية التي تحتلها تركيا؟ يعني كيف سيكون المشهد؟ كيف ستكون الصورة؟ لا، هي الصورة للأسف قاتمة، طالما أن المحتل التركي يدعم هذه الحركات ويدعم هذه الجماعات، فإنه يشكل تهديدا ليس للمنطقة وحسب كما ذكرنا سيادتك الفاضلة، وإنما النظام التركي يرعى وحش كاسر سيهدد به العالم أجمع في الفترات القادمة. ولعلنا رأينا في الأيام السابقة الضربات الموجهة سواء للقوات التابعة لمنطقة الحكم الذاتي ليحد من تأثيرها في نعم، اصطياد الإرهابيين ويحد من عملياتها الاستخباراتية هي والتحالف. يعني هو أيضا يوجه ضربات إلى القوات المعاونة للتحالف، إذا فهو خطر على التحالف الدولي، هو خطر على الإنسانية كلها. كذلك الاعتداءات التي تمت في دولة العراق واصطياد عدد من الصحفيين، عدد من أصحاب الرأي، هو يحاول أن يهيمن ويسيطر على المنطقة، وأدواته في ذلك هذه العصابات الإرهابية المأجورة التي يدعمها دعم كامل. طيب سيد صبرا، من الواضح بأنه استراتيجية اليوم التحالف الدولي أو استراتيجية العالم في مكافحة هذه الجماعات الإرهابية، يعني خلال السنوات الأخيرة أو دعنا نقول السنتين الماضيتين، متمحورة حول اصطياد قيادات هذه الجماعات فقط لا غير. وهذا يعني ينبئ بأنه يعني ستستمر اليوم ويستمر التحالف الدولي أو العالم بهذا النهج. أكيد اليوم حضرتك كخبير للحركات الجهادية، أكيد اليوم هذه الحركات وهذه الجماعات المتطرفة بات لديها استراتيجية بحيث لا يؤثر عليها مقتل هذه القيادات. يعني إلى أي درجة يؤثر على هذه القيادات، أو ما هي الاستراتيجية التي من الممكن أن تتخذها لتخفف من وطأة اصطياد مثل هذه القيادات أو آثار هذه القيادات عليها؟ بالطبع نحن في بداية الأمر نثمن كل محاولة اصطياد ناجحة أو حتى شبه ناجحة لهذه العناصر الإرهابية، لأنه كما ذكرنا في كل اصطياد حياة ونجاة لشعوب وأمم ومدنيين تراق دماءهم بدون طائل وبدون فائدة. ولكن مسألة الاصطياد بهذه الصورة في عقيدتي وفي زعمي أنها ستطيل أمد وجود هذه العصابات الإرهابية في هذه الجحور وهذه الأماكن. لابد من مواجهة حاسمة لهذه العناصر، وخصوصا في أدلب والشريط الحدودي بالكامل. هذا هو الوكر الحقيقي لهذه الجماعات الإرهابية، وتتخذ غطاء كاملا سواء سياسيا بأن يعترف النظام التركي بهيئة تحرير الشام ويمنحها المعونات ويمنحها التمويل ويمنحها إلى آخره، فده غطاء سياسي لهذه المجموعات الإرهابية. لابد من أن يرفع يده عن هذه العصابات، لابد أن يجبره العالم على أن يتخذ موقفا حقيقيا لمواجهة الإرهاب، ومن ثم لابد من النزول إلى هذه الأراضي يعني للقضاء على هذه الظاهرة حتى ينعم العالم. أنا أقصد ما أعنيه، حتى ينعم العالم بالأمن والسلام وليس أهل المنطقة فقط. هذه المشكلة يا سيدتي الفاضلة، يا سيدتي الفاضلة، ستقرأ يعني س س س يعني س س ستبقى تؤرق ستكون العالم. تهديدا، ستؤرق العالم بأكمله، وستؤرق كل الجيوش وكل الجبهات وكل الأماكن، لأن هذه العصابات إذا ما وجدت فرصة لأن توجه سمومها نحو العالم ستوجهه. الاستراتيجيات الجديدة التي يعملون عليها الآن، هم الآن يحاولون أن ينتشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أكثر من دولة وأكثر من مكان، هم الآن يعملون بتكتيكات جديدة حتى لا يظهروا ولا يتم الإدلاء بمعلومات عنهم لقوات التحالف أو
لقوات سوريا الديمقراطيه العامل النشط في المنطقه والذي يكافح الارهاب بجديه، يحاولون في ذات الوقت الانتقام والثار لعناصرهم، يحاولون عرقله مسيره اي تطور في المنطقه، يحاولون دائما ويسعون الى ارضاء الممول التركي لكي تستمر حياتهم في الشريط الحدودي وفي منطقه ادلب. ولذلك لو رجعنا كل الضربات الامريكيه منذ 2021 22 23 وفي 24 هنجد ان كل صيد ثمين يقع في اما في ادلب واما في الشريط الشمالي الشرقي لسوريا. هذا هو يعني ليس لغزا، هذا هو لب الحقيقه، هذا هو مستنقع الارهاب، هذا هو ما تسمح به الدوله التركيه لهذه العصابات الاجراميه. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من قراءة من القاهرة صبر القاسمي، حقوقي وخبير في شؤون الحركات الجهادية، شكرا جزيلا لك.